يونس البلاقي 40 سنة أصيل مدينة باجة. زاول تعليمي في فرنسا بالانستيتو بوليتكنيك لا لورين، تحصلت على شهادة الهندسة، وأنا اليوم صاحب مشروع لرسكلة الشحوم. أثناء معينتي للفواضل بأحد المسالخ لاحظت اللي كثير من الشحوم الغير المستعملة واللي غير صالحة للأكل قاعدين يلوحوا فيها في المصب، وهذا يمثل خطر للبيئة ونجم يكون مصدر لإثارة بعض الأوبئة. فكرت باش نثمنها، والحال اللي هي الشحوم هذه تمثل جانب من المجهود تاع الفلاح في تغذية الحيوانات بتاعه. أثر حلقة إشهارية تعرفت على برنامج سوق التنمية، فقدمت لهم فكرتي، قبلوا دراستها وقبلوا من بعد تمويل المشروع. نشرت شركة يتمثل في تنظيم جمع الشحوم من بعض المسالخ، ومن بعد هكا الشحوم هذيك ننظفوها ونرحيوها ومن بعد نذوبوها في درجة حرارة معينة لتبكين من مادة تستعمل في آخر المطاف للصابون وللتشحيم الميكانيكي. اليوم شركة تخدم في فني سامي وعامل، وأنا كمهندس، وتخدم زادة في عمال في المسالخ يحضرون الشحوم. أنا كمهندس رفضت الالتحاق بالمؤسسات العمومية وخيرت نكون مشروعي ونكون مواطن شغل وثروة ونجابه المشاكل المادية والمعنوية والاجتماعية، لأنه المجتمع ما يقبلش مهندس ما يدخلش للإدارة ويعتبره بطال، لكن احنا بعملنا هذا كوننا مواطن شغل وخدمنا وخدمنا.